هي بلاتفورم 100% مغربية، الشباب اللي تخدموا فيها 100% مغربيين، كفاءات مغربية. لوبجيكتيف ديالنا هو نفالوريزيو الصناعة المحلية ونعطيو للكليون ديالنا برودوي مغربي ذو جودة عالية بأثمنة جد مناسبة وبالأحسن أثمنة خصوصا. البروجي جا هادي عامين كفكرة أنا والأساسي ديالي حمزة، اتفقنا باش نجمعوا الخبرات ديالنا انا في التسويق وهو في البرودكسيون باش نصاوبوا هاد البلاتفورم اللي غادي تكون عند حسن الظن ديال المغاربه. لا بيريود ديال الكوفيد هي اللي خلاتنا نتلونساو بزاف. علاش؟ حيت كانوا بزاف الحرفيين ما قدروش يكوميرسياليزيو لي برودوي ديالهم، في هاد الصدد عاودناهم وصراحه كان امباكت كبير، حيت بزاف المعامل اللي خدمنا معاهم حافظوا على العمال ديالهم وتا هما حافظوا على النشاط ديالهم. ماشوسور وايما نقدر نقول لك بلي انها مقاوله ناشئه فيها شباب اللي عندهم كفاءات. لا مويان داج عندنا هي 23 سنة، دونك فوالا لوبجيكتيف ديالنا هو نشجعو الصناعة المحلية، هو نفالوريزيو الصناعة ديال البرودوي ماروكان، تنخدمو سبيسيالمون مع لي زوزين صغار ومع لي زارتيزون، دونك فوالا. تعلمنا بزاف الحوايج منهم أننا نجيريو لي غوسورس فينونسيير ديالنا، حيتاش البروجي بديناه بيدجي صغير بزاف، يعني كل خطوة كنا تنفكرو ليها بزاف وكنا مكالكولين لي كو ديالنا مزيان، هادشي اللي عاوننا أننا نتلونسو في البروجي مزيان. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.